اليوم على آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، حقيقة انتقال المهاجم الليبي محمد صولا إلى صفوف الترجي الرياضي التونسي، أسباب عدم تشريك اللاعب الأردني شرارة، وما هي نوعية الإصابة التي تعرض لها اللاعب منذ قدومه إلى الترجي الرياضي التونسي، وعديد الأخبار الأخرى الخاصة بالدولة الترجية. ما تنساوش كالعادة دعم القناة، لايك وابوني وفعل جرس التنبيهات، وتتابعوا صفحة بيكام سبور على فيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر. تحدثت عديد الوسائل الإعلام عن قدوم اللاعب الليبي محمد صولا، عن إمضاء اللاعب لصالح الترجي الرياضي التونسي بعقد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة مع حقية الشراء، ولكن الشيء اللي نجم نأكده لكم إلى حد هذه اللحظة لم يمضي مع الترجي الرياضي التونسي، لأنه الترجي فاوض اللاعب مباشرة ولم يفاوض الفريق الكويتي لينشط فيه اللاعب. لذلك الترجي طلب من اللاعب أنه يلقى حل مع فريقه الكويتي، لأنه هذا الفريق يعني طالب مبلغ كبير نوعا ما على الترجي الرياضي التونسي، 400,000 دولار، وهو مبلغ يعتبر مرتفع يعني. لذلك محمد صولا وجب عليه أن يجد حل مع فريقه الكويتي قبل الإمضاء مع الترجي الرياضي التونسي. كل التفاصيل وكل الأمور مع الترجي يعني محسومة وتم التفاوض عليها، ولكن كما قلت لكم المشكلة تبقى مع فريقه الكويتي. بالنسبة للاعب الآخر مش نتحدث عليه، وهو شرار اللي قدومه للترجي الرياضي التونسي عمل ضجة كبيرة، يعني كل المحللين وكل الخبراء الفنيين يعني توقعوا باش يكون في مستوى كبير، مستوى فني ممتاز، مستوى فني خلي الترجي الرياضي التونسي يطمئن على الجهة اليسرى في الهجوم. ولكن للأسف اللاعب تعرض العديد الإصابات، وإصابته الأخيرة اللي تعتبر متجددة، الإصابة هذه في العضلة الضامة لادكتور، إصابة يعني خطيرة نوعا ما، إصابة يصعب التداوي منها إلا بعد فترة طويلة. الترجي الرياضي التونسي يسحب البطاقة الفنية للاعب هذا، وبالتالي يصبح خارج حسابات الترجي الرياضي التونسي، وينجم يخلي مكانه اللاعب أجنبي آخر ماهوش مش يفرط فيه الترجي، ولا مش يعطيه إعارة كما يتحدثوا البعض، ولكن سيبقى في الترجي الرياضي التونسي إلى حد أنه يشفى من الإصابة ويعرف مصيره مع نهاية الموسم الحالي. إذن شرارة لن يغادر الترجي الرياضي التونسي خلال هذا المركز. متابعينا الكرام، هذه أبرز الأخبار اللي قاعدة تدور الأيامات هذه على الترجي الرياضي التونسي وعلى ميركاتو الترجي. الحاجة الأخرى اللي نجم نأكد لكم أنه الترجي مش مش يقوم بانتدابات كبيرة، مش مش يقوم بعدد كبير من الانتدابات، لأنه الاستراتيجية متاع الترجي الرياضي التونسي في المستقبل باش يولي الاعتماد على الشبان وتدعيم الفريق إلا بعنصر أو اثنين يكون الترجي في حاجة لهم. الترجي سيعتمد يعني سياسة أخرى، سياسة تعتمد كما حكيت لكم على الشبان، ومعادش مش شبك صفقات كبيرة وإهدار المال في صفقات أغلبها كانت فاشلة في السنوات الأخيرة. إذا تحب تلعب الشامبيونز ليج، وإذا تحب تراهن على كل البطولات، عليك بتدعيم الفريق بعناصر الخبرة، عناصر فنية تكون ممتازة تقدم لك الإضافة في القريب العاجل، مش نبقى نستناو موسم أو موسمين باش أنه اللاعب يقدم الإضافة. ولكن استراتيجية حسب رأيي الخاص، الاستراتيجية اللي تعتمد فيها إدارة الترجي الرياضي التونسي في الانتدابات استراتيجية غلطة، استراتيجية مواصلين فيها يعني مواصلين في الغلط وفي الفشل في الانتدابات، لأنه ما فماش كما قلت لكم رؤية واضحة، ما فماش رؤية واضحة للإطار الفني خاصة ولإدارة الفريق. كي نشوفوا الأهلي المصري الوداد الفرق المنافسة يعني في الشامبيونز ليج تقوم بانتدابات كبيرة، تحط الباكو يعني على انتدابات تكون في قيمة الفريق وتعطي الإضافة الفورية للفريق. في عوض انك تنتدب 3 و4 و5 لاعب، قوم بانتداب لاعب وحيد ينجم يقدم لك الإضافة كقلب هجوم أو صانع ألعاب، أعطيك الإضافة المرجوة وتحط عليه الباكو كما قلت لكم، وتجي وتعطيه يعني تجيب الصفقة هذه بتنجم تكون صفقة يعني ماديا تكلف برشا الترجي، ولكن يعطيك المتابعين الكرام متابعي بيكام سبور، غبنا عليكم فترة لأسباب يعني خاصة، رجعنا وان شاء الله نرجعوا للريتم نتاعنا كل يوم ان شاء الله نعملوا فيديو كسر ربي. شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام، كالعاده نوصيكم على دعم القناه.